هاي صبايا، أنا سارة. اليوم موضوعنا حيكون مختلف عن المواضيع الأخرى. اليوم بهذا الفيديو رح أعلمك كيف تحافظي على بشرة العشرين. إذا كنتي بالعشرين حافظي على بشرتك، لأني في يوم من الأيام حتصيري بعدين بالثلاثين أو بالأربعين، لذلك تابعي هذا الفيديو. وكمان رح أعلمك كيف تشدي عيونك وتعطيهم مظهر شاب أكثر بدقيقة واحدة بس. اليوم حنقسم روتين العناية بالبشرة، روتين ليلي وروتين صباحي. طبعا مثل ما بتعرفوا انا بفيديوهاتي بحب البساطه وما بحب التعقيد، وانا اليوم رح اعلمكم الاسلوب اللي انا متبعته من زمان والادوات اللي انا ما بستغنى عنها، مع انه هي ادوات كتير بسيطه لكن لها تاثير جدا رائع في البشره الحلوه. طيب خلينا نبلش مع بعض فورا. اول شيء عزيزاتي حطي قاعده ببالك، انه العنايه بالبشره بوجهك بتبلش بالليل، لذلك الفترة قبل ما تفوتي فيها على التخت هون بتبلش عنايتك ببشرتك. هاي الفترة كتير مهمة. بعرف بعض الصبايا بيكونوا تعبانين فبتلاقيهم بدون ما يغسلوا وشهم أو بدون ما يعملوا أي شيء فورا على التخت. إذا أنت من هدول الصبايا عزيزتي أنا آسفة لأني رح خبرك إنه بشرتك حتجعد عبك، لكن في قصص سهلة، عمليها روتين، عمليها عادة وشوفي بشرتك، شوفي التغير. لو تطبقي حتلاحظي التغيرات ببشرتك خلال يوم واحد. عرفنا انه هذا التغيير يبلش اثناء الليل. طيب انا شو لازم اعمل اول شيء؟ اول شيء قبل ما تفوتي على التخت حبيبتي بتروحي بتغسلي ايديكي منيح. عم نحكي عن الوش، الايدين. تغسلي رجليكي منيح اوكي، او فيكي تاخدي دوش لجسمك بس بدون ما تاخدي لشعرك، لاني ما منيح نغسل الشعر كل يوم. حلو كتير انه تدوشي كل جسمك قبل ما تفوتي، بس انا ما رح اعقدك كتير. غسلي ايديكي وغسلي رجليكي، العنايه بالايدين والرجلين مهمه كمان، هي تعتبر كلها جماليات اوكي. انا بدي اياكي تطلعي حلوه واموره وبرنسيسة لما تفوتي على التخت وتفيقي تاني يوم تحسي حالك فريش ونشيطه. شو رح تعملي؟ شوفوا عزيزتي انا عندي هاي الماكينه البسيطه، انا كتير بحب لحتى انضف فيها البشره. ليكي بكبسها من هون، هي بتعمل مساج وهي بتنظف البشره. بس عن جد كثير حلوه، كثير حلوه، فيكم تلاقوها بمحلات البودي شوب او اي محل للبشره. هي لها هيك مثل فرشايه، بس هذول الفرشايه بيعمل هيك مساج وبينظف البشره منيح كثير. هي كثير مهمه تعمليها بالليل، او اذا ما هي متوفره عندك اي غسول. طبعا في بنات بيقولون ان احنا بنصلي وبنغسل وشنا خمس مرات باليوم، حلو هذا الحكي كثير، لكن نحن بدنا ننظف البشره تماما، يعني لازم يكون في غسول بالموضوع، مو بس مي، لان في الاتربه والغبار لو كنت قاعده بالبيت بفوت جوات بشرتك، فهدول الشيء لازم تنظفي. ثاني شيء هذا حبيبي، هذا حبيبي. هذا بحبه كثير، يعني بعرف انا ما بعمل، بس عن جد هذا الشيء رائع جدا. يعني ليش؟ هذا بينظف لك الوش من جوا، بينظف الجلد من جوا، حتى لو كنتي طالعه من الحمام ومسحتي وشك فيه حتلاحظي بالقطنه كيف حيطلع لك شيء بني او شيء اسود. هذا فيكي تمسحي فيه تحت العين المكياج، وفيكي كمان تمسحي فيه وجهك كله، كثير حلو، كثير حلو وسعره مناسب جدا، ما بعرف اذا متوافر عندكم. سنسبيلو حتى للبشره الحساسه. بيو ديرما سنسيبيو مثل المي، هذا كتير حلو والله حلو، يعني عن جد انا بحط واحد بالسيارة، واحد بالنادي، واحد بالبيت، واحد عند ماما. لاني ما بحسن بلا. غسلنا وشنا، مسحنا بالتونر، بعدين حطيت بس مرطب. اي مرطب بيناسب بشرتك، انا ما حقلك حطي هذا المرطب او هذا المرطب. اي مرطب بيناسب بشرتك استعمليه بالليل، هيك يكون خفيف، ما يكون فيه مادة تقيلة، تكون مادته خفيفة تعطي لمعة للوجه بس. هذا هو. هلا جينا للسحر. الفازلين، الفازلين انا بعتبره عن جد ثروه. هذا كمان منه بالسياره، عن جد وحياة الله بالسياره هيك جنبي، بالنادي، بالبيت، بغرفه النوم وعلى الطاوله. بدون مبالغه كثير بحبه. قبل ما تنامي بتدهني شفايفك وبتحطي عرموشك وكمان على حواجبك، اذا حواجبك كتير سماك ما كتير تكتري لاني هذا بكتر الحواجب، بس بيعطي هيك للحواجب لمعه وبكتر الرموش. انا مره عملت تركيب رموش وندمت كتير لاني هالرموشي بعدين، بس لما استعملت الفازلين لمده شهرين ثلاثه على رموشي حسيت رموش زياده صار يطلع لي، صار يطلع رموش فوق الجف. عن جد كتير حلو، كتير حلو هذا الفازلين، بنصحك انه ما تقطع. كمان في نقطه مهمه، خلصنا بس هذا هو، هذا هو روتينك الليلي. طيب هذا هو، فقتي ثاني يوم مين حنجيب؟ الفرشاية، صح. بتغسلي وشك منيح 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 منيح
تاني شغله تمسحي بها ضروري، هاد بحب انا امسح فيه وجهي كل ما حسيت انه طلعت لبرا او كان في غبره امسح وجهي فيه، عن جد بينظف الوش عن جد كثير منيح. بعدين حطيت بس مرطب، ولا ننسى ولا ننسى ولا ننسى ابدا واقي الشمس. انا بستعمل هذا الواقي، بس انتو فيكم تستعملوا اي واقي شمس، بس هذا الواقي انا ليش حبيته؟ ليكي كيف تدهني دهن، بحبه كتير لان هيك بندهن دهن على الوش. اوف. تحطي كمان على الرقبة، ما تنسي الرقبة، الرقبة كتير مهمة. لو كان ما في شمس، لو كان في غيم، مروا واقي الشمس. شوفوا البنات الصينيات الكوريات ما بيطلعوا بدون واقي شمس، ما تهملي واقي الشمس ابدا. هذا واقي الشمس ما بيعمل هيك سماكي على الوش، كتير مثل الجل هيك كتير خفيف. انا ما بحب شيء، ما بستعمل فوندانتان او كريمات او مكياج، ما بستعمل، ما بحبهم لاني هدول الشغلات بحسهم هيك بيعملوا سماكي، كاني حاطك طبقه على وشك. خلصنا منه، هذا هو روتيننا الصباح. وشغله مهمه جدا 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 هو النيفيا. النيفيا النيفيا احلى شيء، احلى شيء اولا للترطيب على الايدين على الرجلين. اذا كانت بشرتك كتير جافه فيكي تحطي منه بالليل، بس مو بفصل الصيف، بفصل الصيف بيسمر البشره، فيكي تستعمليه بالشتاء. وبعدين الشغله الثانيه فيه يفتح المناطق الحساسه. عن جد كتير كتير حلو ونتيجته مضمونه اللي حابه تفتح المناطق الحساسه، لكن بده استمرار ومواظبه. نيفيا اوكي. خلصتي وشك؟ بعدين بدي اياكي تحطي كريم لرجليكي، رجليكي لازم يكونوا ناعمين، العناية بالرجلين أهم العناية بالوش. ما تنسي تحطي كريم لرجليكي تنعميهم منيح منيح، وتحطي كريم لإيديكي وبتفيقي تاني يوم رجليكي ناعمين، إيديكي ناعمين، وشك حلو ناعم مثل البيبي، شو بدك أحلى من هيك؟ طيب هلا رح أعلمكم طريقة تشدوا فيها العيون وتخلوا عيونكم تبين أصغر خلال دقيقة واحدة. أول شي بتعملي إصبعتك هيك وبتضغطي هون، بتعدي 10، 1 2 3 4 5. هاي الطريقه كمان حلوه اذا كنتي فايقه الصبح، تعمليهم هيك ضغطي 10 مرات، بعدين من فوق بتسكري عيونك وبتضغطي 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا بتحطي هيك اصابعك تحت حواجبك، ترفعيهم وبتطلعي لتحت، بتعدي 10 9 8 7 6 5، خليكي عم تطلعي لتحت، 4 3 2، وتركتي. تجي على الجوانب تمسكيهم هيك وبترفعي لفوق وبتعدي وبتطلعي لتحت، طلعي لتحت، 10 9 8، ايديكي عم يشدوا لفوق وعيونك عم يتطلعوا لتحت، 5 4 3 2 1. اوه كتير شدوا لفوق. وبس هذا هو كل شيء لليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك، اذا كنتي مشاهده جديده بالقناه تعملي سبسكرايب لحتى يوصل، تعملي الاشتراك لحتى يوصلك الاشعارات مني باحدث الفيديوهات. بحبكم كتير، بشوفكم بعدين، باي باي.